إذا لمناقشة تطورات المشهد في فرنسا بعد مقتل الشاب ذي الأصول الجزائرية على يد الشرطة الفرنسية واندلاع تظاهرات تتسع رقعتها غضبا من ممارسات الشرطة العنصرية، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري. أستاذ عبد السلام مرحبا بكم. مقتل شاب هي بالأساس جريمة جنائية، ولكن يعني لماذا تحولت هذه الحادثة إلى قضية رأي عام برأيكم؟ تحياتي لك وللسادة مشاهدي تلفزيون الرافدين. طبعا النار هي موجودة تحت الرماد، كل حادثة تحدث في أي مكان في أي مدينة فرنسية أو ضاحية تحمل طابعا ربما يكون عنصريا أو موجها ضد اللاجئين الأجانب في فرنسا، تندلع المظاهرات والاحتجاجات وتخرج عن السيطرة، وتحدث هناك مواجهات مع الشرطة وعمليات تخريب وعمليات يعني نهب في بعض الحالات. يعني يشهد التاريخ أنه من عام 2005 حتى الآن يعني عدة حالات حدثت فيها هذه الاضطرابات وهذه الاحتجاجات، وفي النهاية هي تعود لأسباب متعددة متراكمة. يعني إذا بدأنا من سوء الخدمات المقدمة لهؤلاء اللاجئين، أو أن مستوى الخدمات المقدمة لهم أقل مما يقدم للفرنسي، البنية التحتية للمناطق التي يتواجدون فيها، فرص العمل الأقل سوية المتوفرة لهم، الإضافة إلى الوضع الاقتصادي الضاغط في هذه الفترة حيث ارتفاع التضخم، من جانب التضخم مرتفع وأسعار مرتفعة. تحولت هذه القضية إلى رأي عام أيضا استثمر فيها الجانب السياسي أو السياسيون، الأحزاب الفرنسية من اليمين إلى اليسار إلى الوسط التي لا تشارك في حكومة ماكرون أو التي لا تؤيد سياساته، محاولة كسب نقاط على حساب ماكرون. يعني رغم أن الحادث يحمل طابع عنصري أو ليس هناك ما يؤكد ذلك، ولكن الكاميرات التي رصدت الحالة تؤشر إلى أن هذا الحادث ربما يكون يحمل طابعا عنصريا، إلا أن اليسار واليمين استثمر في هذه القضية. اليمين ليس ضد ممارسة القوة ضد اللاجئين، إلا أنه أيضا سيستغل هذه الاضطرابات وهذه الاحتجاجات للقول للشارع أو للرأي العام العام الفرنسي، انظروا ماذا يفعل المهاجرون، ماذا يفعل اللاجئون، يكسرون ويحطمون وكهذا. وهو في الأساس اليمين الفرنسي في الأساس في حال تصاعد، و سيستغل هذه الاضطرابات وهذه المشاكل لرفع أيضا منسوب مؤيديه في الشارع الفرنسي، وكذلك أقصى اليسار سيستغل ذلك بطريقة أخرى لرفع منسوبه في مواجهة ماكرون وسياساته. حقيقة هذا تجاوز، يعني أنا بشوف أنه الحكومة الفرنسية أو بشكل عام المسؤولين الفرنسيين في القيادة الفرنسية لم يتعاملوا مع هذه الحادثة كما يجب. كان هناك تعالي، كان هناك عدم تعامل لنقول بلطف مع ذوي الضحية. يعني تبنت إلى حد كبير الحكومة ورئيس ماكرون ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة أيضا تبنت الرواية التي أطلقتها أطلق الشرطي وعناصر الشرطة عناصر الدورية الذين كانوا في الحادثة، ولم يبادروا إلى التخفيف منها، ويعني الاعتذار من ذوي القاتل المقتول أو الاعتذار للجالية وأن هناك خطأ حدث، إنما لم يحدث من هذا شيء، بل تبنت الرواية. وهذا ما ربما صعد الغضب المكبوت في داخل مجموعة كبيرة من المهاجرين واللاجئين. الأزمة تحولت يعني إلى أزمة سياسية، وذلك من خلال دخول الأحزاب السياسية على خط الأزمة. يعني ما تفسيركم لذلك؟ ما في أي حدث يجري على الساحة الفرنسية في ظل التقارب المتصاعد ما بين أطراف السياسة الفرنسية من اليسار إلى اليمين إلى الوسط إلا ويتم استثمارها سياسيا. هذا واضح وجلي في الآونة الأخيرة. كل حزب يحاول أن يلعب على القضية من زاويته الخاصة لتحقيق مكاسب شعبية، لرفع مستوى نقاطه في مواجهة الأحزاب الأخرى. اليمين يفعل ذلك واليسار والوسط، وهذا أمر طبيعي في السياسة، ولكن في النهاية هناك ضحية سقطت. يجب على الفرنسيين التوحد للتخفيف من عنصرية هذه الجريمة التي حدثت، للتخفيف عن ذوي المقتول، عن ذوي الضحية، للتعامل مع الحدث على أنه
يعني إلى حد كبير حدث فردي ولا يشكل ظاهرة لإثبات ذلك. يعني تقديم هذا الشرطي إلى المحاكمة نعم أمر كبير الأهمية، ولكن محاكمة علنية، ولا سيما أن يعني هناك بوادر تشير إلى أنه قيد الحجز الاحتياطي الآن، ولكن المحاكمة ستقوم على أساس أنه قتل العمد يعني غير القصد، وهذه مسألة قانونية مهمة جدا على الأحزاب الفرنسية. قبل أن تستثمر في ضد اللاجئ وضد المهاجر الأفريقي أو الشمال الأفريقي أو نعم الآسيوي، حتى أن تؤكد أن هذه جريمة حدثت في حق هؤلاء، وبعد ذلك عودوا إلى أو قرروا ماذا تقولون تجاه هذا العنف وهذه طيب الاحتجاجات وهذه الخسائر التي وقعت نتيجة أستاذ عبد ذلك. السلام، استمرار صدامات مناوشات في مدن فرنسية عديدة بين المحتجين والشرطة، ولكن ما يلفت ربما انتباه المتابعين هو تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال بأنه سيتعامل بحزم مع من وصفهم بالمشاغبين. هل يقصد بذلك اللاجئين أستاذ عبد السلام؟ دعني أذكر بشيء، أني تحدثت عن أن الحكومة الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين لم يتعاملوا بشكل إيجابي مع الحادث الذي جرى بحق الشاب نائل. يعني قد يكون مخطئ في جانب ما، ولكن لا يتم التعامل معه بهذا الشكل. نحن نتحدث عن دولة فرنسا، دولة الحرية والديمقراطية، وهي من أرقى دول العالم في هذا الجانب. يعني لا يتم التعامل معها بهذا الشكل. الحكومة الفرنسية كان خطابها باتجاه الحادثة غير مسؤول، غير منطقي، كان إلى حد ما تصعيدي. وكل الأحداث التي أعقبت قيام الاحتجاجات أو قيام اللاجئين باحتجاجات تثبت أن الحكومة الفرنسية لا تحاول استيعابها، بل تحاول كبتها، قهرها، ويعني بالعنف، نشر 46 ألف شرطي مثلا، إيقاف حركة السير بعد الساعة 9 في كل فرنسا، أيضا منع التجوال الليلي في بعض المدن. يعني كثير من الإجراءات تدل على ذلك. ودعنا نقول يعني تصريح ماكرون تجاه هذه الحادثة، لأنه لم يكن دقيقا تماما، أو لا نعرف إن كانت الترجمة جيدة، إن كان يقصد المهاجرين وحدهم أم مرتكبي الشغب. لأنه مرتكبي الشغب طبعا، أن احنا هذا هكذا سنسميها، لا ليس لدينا تسمية أخرى. بينهم فرنسيين، وبينهم يعني ليست هذه الحوادث مقتصرة على الأجانب واللاجئين في فرنسا، بينما شارك فيها فرنسيون، ونحن تابعنا ذلك على التلفزيون والمحطات الفرنسية نفسها، التقت فرنسيين، واستغل بعض الفرنسيون هذه الاحتجاجات للخروج وتقديم مطالبهم المكبودة سابقا بتخفيف الضرائب ورفع مستوى المعيشة، ونتيجة طبعا الوضع الاقتصادي المتراجع نوعا ما عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، طبعا الحرب الروسية على أوكرانيا، وعقب التضخم الكبير، وعقب الضرائب التي بشكل عام ودائم ترتفع، فيما تبقى موارد المواطن الفرنسي أقل من حتى من المحيط الأوروبي باستثناء الجنوب. طيب، إسبانيا يعني. بدقيقة لو سمحتم أستاذ عبد السلام، إحصائية أجرتها وكالة رويترز تشير إلى أن أغلبية الذين قضوا على يد الشرطة الفرنسية منذ عام 2017 هم من المهاجرين. هل يمكن القول أن تتنامى بين أفراد الشرطة النعرة العنصرية؟ بدقيقة لو تفضلتم. بالتأكيد بالتأكيد، بما أن اليمين بشكل عام يتصاعد في أوروبا، أيضا يتصاعد في فرنسا، ويحقق يعني بالوجود بالانتخابات وجود أقوى من المعتاد، وعلى الصعيد الشعبي يزداد انتشاره، لا شك بأن هذا التصاعد على الصعيد الشعبي والانتشار بشكل عام سيرافق التصاعد على في كل مكان تتواجد فيه هذه الشريحة، وهذا في الجيش والشرطة لابد أن هناك أيضا يمين متطرف، يمين تصاعدت مع يعني تصاعدت أعداده مع تصاعد اليمين بهذا الشكل، وبالتالي ليس غريبا أبدا أن يكون فعلا الحادث عنصريا، وعنصريا بعناية وبتركيز، ونأسف لوجود ذلك، ولكن نعم هذه أستاذ حقيقة. عبد السلام، عبر سكاي من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم.